السلام عليكم البنات، صباح النور. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. لقيتوني جيت لكازا، مكنتش قاعده، شدينا الطريق البارح بالليل. عندي تقريبا واحد 3 ايام هنايا، عندي واحد النهار اللي غنقضي فيه داكشي اللي عندي، اللي جيت اصلا على قبله اغراض ديالي، وقلت واحد دو جوغ من الناس وفيها تبروفيتي، سيرتو دابا راه العطله الدراري جالسين راكم عارفين. جيت معايا بنتي باش هكا تبروفيتي دور شويه، نديرو شويه شوبينغ، المهم نشوفو غنديرو هكا وهكا. اكيد غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله هاد 3 ايام كاملين ندوزوها هنايا، وغادي نشارك معكم نهارنا كامل. دابا بقيت معايا الله فقنا وجدنا ريسنا غنخرجو باش نفطرو. اصلا شدينا الطريق البارح بالليل، ما وصلناش بكري، وصلنا تقريبا اش وصلنا فوزيه، كاين معايا فوزيه وعزيز، شي جوج ونص، المهم حطينا راسنا حتى شي ثلاثه ونص كاع تقريبا عاد نعسنا. راكم عارفين يلا الواحد يرتاح، دابا راه شي 11 هادي، يلا غادي نخرجوا نمشيو نفطروا. فقنا على خاطرنا، جلسنا ارتاحينا مزيان مزيان. المهم خليكم معايا بلا ما نكثر عليكم قوه الهضره، ان شاء الله فين ما مشينا غادي نديكم معايا. اول حاجه كما قلت لكم نمشيو نفطروا، عاد نمشي نقضي داكشي اللي عندي بعدا هو اللي نحيدو عليا، باش تبقى ليا الوقيته فين نقدر ندير الشوبينغ ديالي انا وفوزيه، فين نقدروا ندورو. ما كاينش حاجه زوينه باش بارطاجا، اكيد غنبارطاجيها معكم. انا عارفه بزاف ديال الناس متبعيني زعما من هنايا من كازا، تحيه كبيره لكم من هنايا، وخليكم ان شاء الله غادي نحاول نشارك معكم كما قلت لكم هاد 3 ايام غادي ندوزوها. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اموركم مزيانه؟ اه وعلى طيب 5 الحمد لله شكرا. صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كي دايرين مع هذا الجو، مع هذا الشتي ولا صبا؟ اوكي الجو فراك غادي فما كازا زوين، عرفنا مع الجو زوين الصراحه، اصلا جي جو من بين كازا وكادا متقارب. صوفياتي قولي صباح الخير البنات. صباح الخير، هضري معاهم. كتحشم صوفيا، كتحشم اليوم؟ لاباس بخير. كاين المهم دابا غادي نمشيو لبنات كاليفورنيا، كنقلبوا على واحد الكافي صراحه، حنا هنايا في انستغرام كنقلبوا فين نفطروا، وفوزي لقات واحد لاباج هكا تيديروا كيحطوا لي بون زادريس زعما داكشي فين تقدروا تفطروا وفين تقدروا تغداو، وغادي نمشيو هاد الكافي هادي كاينه في كاليفورنيا، بان لينا الفطور ديالهم زوين، غادي نمشيو نفطروا عاد ان شاء الله. كما قلت لكم ماشي نخدم داكشي اللي جيت على قبلو، هاديك الساعه نكمل معكم النهار ونشوفوا الوجهه الى اين. أمورك كتخبي ها؟ كازا كنتحركو غير بجي بي اس، الله يعمر ليها الدار، هي اللي نافعانا صراحة، كتديري لادغيس وكتوصلك حتى للبلاصة. المهم بقيت وانا كنقلبو على واحد المحل كيبيعو فيه الحوايج ديال لي بيبي، حتى هو في انستغرام صراحة فين لقيتو فوزية، عندهم دي بخي زوينين وكاين تبارك الله لو شوا كبير. المهم غادي نمشي تما، إلا بان لي ميسور بيان سور غنصور ليكم، ونشوف واش غادي نلقى شي حاجة زوينة هكا على قد رازان نتقدا ليها شي حويجات. اصلا صراحه كما قلت لكم الحوايج راه بداو كيصغروا ليها، وكل مره كنحاول زعما كنحاول ناخذ ليها حويجات كيكونوا جداد. اه زوينه هذيك صوفيا حتى هي، هاكي شوفي هادي واش عجباتك؟ زوينه وكيوت، زوينه كيوت. شوف لي هادي تاهي عفاك 6 شهور، اختي 6 شهور. هي زوينة. ويا صوفيا فين بغيتي تمشي؟ فين بغيتي نديك؟ بغيت تديني ماما لباك الألعاب من الركمول. من صوفيا البنات عزيزة على هاد ديال كازا، كنقول لها نديك لمراكش ولا كازا، كتقول لي ماما كازا. ياك كتعجبك كازا؟ شنو كيعجبك فيها؟ الجو فيها بارد.
وفي على البارك تاع الالعاب بزاف ياك كثير ياك. وشنو مازال؟ والبالكون كبير الا مشيتي لي زوتيل. وشنو مازال؟ من ديك العماره دابا حنا لابارتمون فين جالسين في البالكون كبير تاع البالكون كتوصل لكم ديك لابارتمون تنمشيو تنمشيو للوطيل ونوريو للبنات هي. وشنو مازال؟ صافي صافي هادشي اللي عجبك. رجعنا للوطيل البنات، جيت غير بدلت عليا دغيا بعدا ما بارطاجيتش معكم الوطيل اللي خديت. خدينا الوطيل اللي كناخدو ديما فاش كنجيو لكازا افوني سويت، هما دي ابارت اوتيل صراحه زوين بحال هكا العائله. ملي كتجيو كتاخدو ابارتمون كتجلسو فيها كاملين والثمن كيكون مناسب، كتكون حاليا داير 1000 درهم 1000 درهم الليله. خديت شي حويجات لرازا ان شاء الله حتى تنرجعو هكا في العشيه للوطيل ونبارطاجي معكم الحاجات اللي خديت. كنت باغا نصور لكم عند السيد ولكن كانت فريمون الدنيا بلان، عنده الدنيا عامره بلا قياس صراحه، عنده اثمنه جد مناسبه. غنخلي لكم لاباج انستغرام ديالو غير حيت الاثمنه مناسبه كما قلت لكم، كاين له شوا كثير. اما والله البنات ما اشهر ما حتى شي حاجه. نعم بنتي شنو هادشي؟ او شوف شوف جيتي مامون كتبت عليا بالشينويه تانا بنتي كنبغيك. المهم دابا غادي نخرجوا كما قلت لكم غنمشيو باش نتغداو. بالنسبه لي زادغيس هنايا صراحه باش تعرفوا في كازا كاين لو شوا تبارك الله ما شاء الله، فين تقدروا تاكلوا كاين لو شوا كثير. بالنسبه لي ماكازا حتى هو كاين لو شوا كبير، عطا الله فين تمشيو واخا تبقاي تدوري زعما النهار كامل ما غاتكمليهمش. هادشي باش زوين هنايا صراحه اللي بغا دير شوبينغ اولا تبارك الله اختيارات كثار هنايا في الدار البيضاء. المهم غادي نخرجوا دابا غنمشيو واحد البلاصه حتى هي طحنا عليها غير في انستغرام، حنا كنبقاو نقشوا في انستغرام كنلقاو لي زادغيس. ايوا سي بيان دوماج عرفتو جينا كنقلبو على ديك لادغيس كيديرو لي هومبرغر زعما شي حاجة سبيسيال على قبل صوفيا شفتو عجبها شوفو كيتقلقات. غدا بنتي نديك غدا نديك يوم الحد سادين داكشي علاش. المهم غادي نشوفو دابا شي بلاصة أخرى شميشة، نشوفو شي بلاصة أخرى فين نقدرو نتغداو، وهاد البلاصة أخرى تاع الغدا إن شاء الله نجيب صوفيا ليها. صوفيا وما تقلقيش ما تقلقيش، شوفي فيا شوفي فيا ريديك 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 انا بنتي كنوعدك غدا نديك وتاخدي اللي بغيتي تما. صافي صافي ايوا ما تقلقيش ابنتي. شفتها في الانستغرام و الصباح مسكينه وهي كتقول لي ماما بغيت نمشي ماما بغيت نمشي و فينالمون لقيناهم سادين. ايوا فيها خير حلو عامل الناس مثلا ما ردتش البال في لاباج من الاثنين للسبت انت واش شتي؟ ايوا صافي حتى الغدا ان شاء الله حنا راه باقيين هنايا غدا ان شاء الله ونمشيو دابا نشوفو شي بلاصه. ايوا قلبي عاود فوزيه قلبي عاوتاني قلبي الله طيحي على شي بلاصه زوينه. حيتونا البنات جينا دابا لسيلا بلازا اللي كاينه في دار بوعزه. هذا شوفوا اي وحده فيكم جات لكازا كانت مشهيه الشوا مشهيه المحمر والمجمر جيو هنايا عرفتوا حنا جايين وكنتشهوا حيت بقات نرجعوا اصلا فينا الجوع جينا باش نريحوا تبارك الله. وييه المهم هنايا معروف بالشوا دار بوعزه معروف بالشوا وداكشي كامل. الحق حنا جينا باش نتغداو في واحد البلاصه كيديروا فيها لي همبرغر على قبل صوفيا، راكم شفتوا تقلقات ملي لقينا ديك البلاصه ساده. من بعد غنديها تلعب في واحد البلاصه مثالية واحد البارك هنايا زوين اسباس زوين على قبل الوليدات. دابا نبارطاجيه معكم نشوف الماني جوج زيرو. شكون يلعب اليوم؟ فرنسا وبولندا. فرنسا شكون؟ بولندا. ايوا هادشي اللي باغا صوفيا ياك شوي شنو تبغي تاخدي؟ زوين دجاج انا خديت سلطه واش هي السلطه اللي خديت؟ واش هي هذه؟ وها داكشي كنشوف هذا مربى السلطه اللي خديت ما دايرهاش بحال هكا. صوفيا قولي لي واش عجبك مني؟ يا سلام يا سلام ايوا لاباس بعدا فاش تلقينا شي حاجه غتعجبك. خدات همبرغر صوفيا صراحة عندهم هنا لي برغر زوينين. لا سلطة خديت لا سلطة انا ما جابوهاش ياك. غنمشي نشوف دابا عجبك فوزيا زوين
غادي نتغداو وغنديو صوفيا لهذاك البارك اللي هي باش تلعب فيه. اش غديري فيه؟ لي بونبون. يلا سيري فرحانة. غنشرح لكم الطريقه كيفاش بالنسبه لهاد لي جو هادو اللي كاينين هنايا فهاد البارك. الا كنتو انتريسي حتى نتوما تجيبوا وليداتكم صراحه اسباس غزال. صوفيا فرحانه ما قدتها فرحه وعجبها الحال. المهم كتشارجيو البنات واحد لاكارت كتمشيو لا ريسبسيون كتشارجيو واحد لاكارت لو مينيموم هو 100 درهم ولو ماكسيموم عندهم هو 500 درهم. بيان سور نتوما كنتو سور كازا راه تقدروا تشارجيو زعما 500 درهم ديجا دابا راه كاين فيها الدوبل يعني كتشارجي 500 وكيعطوك 500 درهم اخرى فابور. بحال هكا يقدروا يلعبوا وليداتك وقت ما ديتيهم هذيك لاكارت كتكون صالحه انك تخدمي بها. حنايا راكم عارفين ما ساكنينش في كازا وعندنا غير هاد النهار شارجينا غير 100 درهم وحتى هي فيها واحد السولد ديال 30 درهم يعني ولات عندنا لاكارت فيها 130 درهم. تبارك الله راه لعبات بها صوفيا نتوما تشوفوا ولعبنا حتى حنايا معاها تبارك الله ما شاء الله وكاينين اختيارات كثار للدراري صغار فين يقدروا يلعبوا. المهم هادشي راه كيفرح الوليدات راكم عارفين. عاود الى شارجيتو 200 درهم عندكم السولد ديال 100 درهم فابور ما كتخلصوش واحد البونيس ديال 100 درهم. عاوتاني الى شارجيتو البنات 300 درهم كاين عندكم 180 درهم اللي كتكون فوق من هذيك 300 درهم الا شارجيتيوها. المهم حاولت نشرح لكم شويه هاد لا بروموسيون كنظن ما عرفتش حتى امتى غادي تبقى. المهم حنا فاش مشينا تما لقيناها راه كاينه كنظن غتكون تلقاوها مازال كاينه. وكتاخذوا ديك لاكارت اي لعبه غتمشيو تلعبوا فيها كتحطوا لاكارت انتما تشوفوا عزيز كتحطوا لاكارت فهاديك اللعبه هذيك وصافي من بعد كيعطيكم لاكسي باش انكم تلعبوا فيها. كما قلت لكم صوفيا تقريبا دارت عليهم كاملين وحتى حنا ولينا لعبنا معاها وديك 100 درهم قداتنا زعما كاملين حنا كاملين لعبنا. نتوما عايز راه ما لعبش حتى هو ما لعبش صغرو حتى هو جاي يلعب. والله الا هادشي مسلي صراحه للكبار والصغار. المهم دوزنا وقيته زوينه صراحه هنايا فوجنا واهم شيء ان بنتي عجبها الحال وفرحات. راكم عارفين كما قلت لكم هادشي كيفرح الوليدات وكيعجبهم وكيبغيو يبدلوا الجو شويه به. البنات دابا المارينا شوبينغ غندور واحد شويه واخا عينا ولكن ما سخيناش ياك وييه عاد نطلعو الوقت فيه والله الا بصح. شوفوا البنات الجو كي ولا ما شاء الله بحال يكون الضبابة ولا لا الضبابة وبرد الحال. شوفوا عند عزيز نتقهوى معاه جالس في هاد الكافي هادي خلانا كندورو مشا هو جلس قالك عيا. واش كاين شي ماتش واقيلا ياك مشيت تفرج في الماتش؟ شكون يلعب اليوم؟ انا كنتفرج غير نهار تيكون لعب المنتخب شي حاجه اخرى ان شاء الله يا ربي يربحوا يا ربي باش نفرحوا مزيان ان شاء الله. ياك صوفيا الا لعبوا مزيان المنتخب يربحوا ولا الا لعبوا مزيان. اه صافي الا لعبوا مزيان الا لعبوا مزيان. اه واش نجاز معاك اسبانيا وين فينا هو قبل ما شفتو انا اي قولي كي جاك يا سلام على كلام
سنة شوف ورينا سنة كده دوري عندي واش داكشي فيه؟ داكشي اللي كنت كنحس فيه من قبيلة ومازال ما كملتو. ومازال ما كملتيش؟ مازال. عييتي اليوم؟ ما عييتش. ما عييتيش؟ باقي بغيتي تدوري؟ باقي تبقى حتى الخمسة د الصباح ديك الساعة تنعس. حتى الخمسة د الصباح قالت لي خاصك تنعسي بكري باش نفيقو بكري غدا إن شاء الله. باش ترتاحي شوية عاد غادي نبارطاجي معكم بالنسبة للحاجات اللي خديت لرازان كيما قلت لكم غنوريهم لكم دغيا. سمحوا لي واخا الإضاءة شوية ناقصة هنايا ماعرفتش غيبان لكم مزيان ولا لا، المهم غادي نشاركهم معكم دغيا دغيا حيت باقي خصني نوض باش ندوش. المهم اول لبسه هي هادي كتجي بحال هكا. بالنسبه لهذا الماكازان البنات عنده حويجات زوينين ديال لي بيبي، عندهم صراحه غير داكشي ديال لي بيبي ولكن الاثمنه جد مناسبه وعندهم تبارك الله اختيارات كثارين. غير هو كما قلت لكم انا لقيت الدنيا عامره بلا قياس داكشي علاش ما قدرتش انني نصور لكم. المهم كما قلت لكم اول لبسه كتجي بحال هكا، انا ما عقلتش على الاثمنه بالضبط ولكن هادشي كامل اللي غادي نبارطاجي معكم دابا حتى وحده فيهم ما فيها واقيلا 150 ياك عزيز. شوف دايره 170 وقيله تما، اما الاخرين 120 130 بحال هكا. المهم الاثمنه ديالهم كما قلت لكم اول وحده كتجي بحال هكا، شوفوا لي شحال الفن كتحمق زوينه الثوب ديالها رطيطب. انا خديت لرازان كلهم خديت لها فيهم 6 شهور ديال 6 شهور زعما واخا ما وصلتش 6 شهور ولكن وليت كنحاول ناخذ ليها كبر من القياس اللي كتلبس بشويه باش يلاه تلبس فيهم شويه راه دغيا كيفوتوا الحوايج تبارك الله. راكم عارفين لي بيبي ما شاء الله دابا كيبداو يكبروا دغيا دغيا كيفوتوهم. وكيجي فيها السروال ديالها داير بحال هكا، هذا واحد السهم راه ما تغوز انا براسي ما تيبان ليا والو غوز هذا. المهم نرى الاضاءه شويه خفيفه، واحد الغوز خفيف غوز بيبي غزاله. كاينه كما قلت لكم اول وحده هي هذه، ثاني وحده خديت ليها كتجي بحال هكا، شوفوا لي هادي شحال فن حتى هي. نوريكم السروال ديالها غزال، السروال ديالها كيجي بحال هكا البنات، هادي غزاله في اللبسه. هادي حتى هي خديت لها ديال 6 شهور كتجي مقبوطه من هنايا كما كتشوفوا، هادي كتجي بحال هكا كما كتشوفوا. شوف لي الديطاي فنين غزالين، والسروال ديالها كيجي بحال هكا. هادو راه كيجيو براتيك في اللبسه مع البنيات وزوينين في نفس الوقت زعما بحال هادشي اللي كيرتاحوا فيه. شوفوا لي شوفوا لي قنينه غزاله هادي حتى هي، خديت لها فيها 6 شهور. خديت ليها هاد اللبسه الاخرى كتجي بحال هكا حيت كما قلت لكم اخر مره راه حوايج تبارك الله كلهم صغاروا ليها، والسروال ديالها كيجي بحال هكا شفتها غزاله فنه. وخديت ليها هاد اللبسه باقيين جوج هاد اللبسه الاخرى تجي بحال هكا في الكري والغوز غوز بيبي. السروال ديالها هو كيجي بحال هكا انتما كتجي مقبوطه من هنايا من التحت. خبيهم لي الطرفه، خبيهم لي بنتي خبيهم لي صافي راه كتضل تكتب لي في الرسائل ياك صوفيا. وخديت ليها هادي ما عرفتش واش شريتها لكم ولا لا. المهم خديت ليها هاد الاخرى حتى هي، وشوفوا كتجي بحال هكا من هنايا من التحت السروال تقريبا نفس ستيل غير لي كولور اللي مختلفين، ولكن هادو كما قلت لكم راه كيرتاحوا فيهم الدراري الصغار وزوينين بزاف الموديلات ديالهم فنين. الماكازان ما شاء الله كما قلت لكم فيه واحد الشوا اللي كبير بزاف. خديت لي على البنات هادو كنت شحال صراحه وانا كنقلب عليهم هاد لي بوني هادو مي لقيتهم في الماكازان. غنوريكم كيفاش كيجيو، هانتوما كيجيو غزالين مع البنيتات بحال هكا لي فوتو وداكشي كيجيو فنين. خديت لها هاد الشكل هذا، خديت لها واحد اخر في الكري، الكري والغوز كتجي بحال هكا. هادو شحال كنت قلبت عليهم فكادير صراحه ما كنتش لقيتهم، لقيتهم هنايا. وخديت ليها واحده اخرى في الغوز بحال هكا، شوفوا فنين فنين هادو. خديت واحد الطويقيه راكم عارفين حنا دابا داخلين على وقت البرد، بعدا راه كازا كاينه بارد الحال ماشي بحال اكادير، الجو هنايا بارد الناس بانوا لي بداو كيلبسوا ديجا المونطويات. جاب لاش معايا المونطو ديالي مونطويات ولي بوت وهذا حيت بدا كيبرد الحال. كما قلت لكم خديت لها هاد الطويقيه هادي في الكري، خديت واحد الباندا شوفوا لي هاد الباندا شحال فنه هادي غزاله، واخا تجي واقيلا كبيره دابا شويه كنظن عرفتش المهم تنقيسها عليها شو كتجي بحال هكا. خديت هاد اللي قالت البنات راكم عارفين دابا كتبقى تقمشي كتقمش وجهها ودا بيديها، قلت لها هادو باش نبقى نديرهم ليها بيان سور هادشي كلو خصو يتصبن قبل ما نلبسو ليها ان شاء الله، خصني عاد نصبن الحوايج كاملين. واخر حاجه هي هاد لي زيسبا هادو، شوفوا لي اختي شحال كبار شحال كبار
فنين 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 هكا الشكل ديالهم صافي. هذه هي اخر حاجه خديت صوفيا صراحه ما خديت لها حتى حاجه اليوم راكم شفتوا معايا. يلاه ديتها لعبات يلاه ديتها كلات شنو بغات. المهم ما شط ليش الوقت غدا ان شاء الله عاد ندي صوفيا باش نتقدى لها حتى هي حويجات. صافي هادشي اللي خديت دابا خاتوني غادي نوض خصني نمشي باش ندواش باش نمشي نعس نرتاح حيت غدا ان شاء الله عندنا البروغرام عامر غادي نفيقوا بكري وان شاء الله بيان سور نحاول نبارطاجي معكم عاود نهارنا كيفاش غادي يدوز غدا. جيت باش ناخذ لا دوش ديالي كما قلت لكم غادي نشارك معكم شنو هو الحاجات اللي كنستعمل مؤخرا اولا لاغام اللي كنستعمل مؤخرا من عند اوربان كير. بالنسبه لهاد لا ماركه البنات باش عجبتني انها طبيعيه 100% واباس ديال لي بلونت ناتوريل. فاش كنقولوا اون غام اللي مصيبه من الحاجه الطبيعيه كوني اكيده انها غتنفعك بزاف للزغبه ديال شعرك. ما كاين ما احسن من الحاجات اللي يكونوا طبيعيين البنات واللي يعجبني فيها اكثر انها سون سولفات سون بارابين اي سون سيليكون. فاش كنقولوا شي شامبون اولا شي غام كامله ما فيهاش هاد الحاجات كوني اكيده انها غتنفع لك الزغبه ديال شعرك 100%. اول حاجه كتستعملوها هو هذاك الماسك كيدار البنات قبل ما ديروا الشامبون قبل ما ديري ديميلور كديروا على شعركم كتخليوه شويه عاد من بعد كتغسلي شعرك بالشامبون. انا خديت لا غام كامله حيت بغيت نجربها كامله صراحه سمعت عليها بزاف وبزاف الناس كيشكروها ولقيتها كاينه عند اش ا كوزميتيك خديتها من عندهم. وبيان سور انا نقدر نخلي لكم حتى لاباج انستغرام فين تقدروا تاخذوها الا ما كنتوش في اكادير. الناس ديال اكادير ننصحكم انكم تمشيو عند اش ا كوزميتيك راه غادي تلقاوها عندهم ان شاء الله. وحتى الا كنتو البنات دايرين لي سوال شعركم ما تخافوش منها نهائيا بالعكس مزيانه بزاف للشعر. بحال دابا كنتو دايرين كيراتين تانينو بروتيين انا براسي راني دايره لا بروتيين راكم عارفين وبالعكس جاتني مع الزغبه ديال شعري بزاف. بالنسبه لهاد لاغام اللي خديت انايا اباس ديال لاسيد ديالورونيك اي كولاجين. لاسيد ديالورونيك البنات كيخلي لنا داك الفوليوم اللي حنا محتاجينه في الشعر ديالنا او ميم طون الكولاجين كيعطينا ديك الرطوبيه اللي حنا محتاجينها. يعني ماشي كتكون الزغبه رطبه ومطلوقه بلا قياس ما كيبقاش فيها الفوليوم لا بالعكس حنا كنقلبوا على الشعر يكون رطب او ميم طون يبان كثير. كما قلت لكم الدور ديال لاسيد ديالورونيك انه تيخلي لنا داك الفوليوم اللي حنا محتاجينه في الزغبه ديال الشعر ديالنا. البنات ننصحكم انكم تجربوا غتعجبكم بزاف. انا خديت كيما قلت لكم لا غام كامله خديت الماسك شامبوان لا بري شامبوان خديت واحد السبراي اللي كديروا كيحمي لكم الزغبه ديالكم من الحراره وخديت حتى بديل الزيت ديالهم. كيما قلت لكم لا غام كامله راه متوفره عند اش ا كوزميتيك انا من عندهم فاش خديتها. صافي كيما قلت لكم مشيت استعملت هاد المنتوجات كاملين خديت لا دوش ديالي ومن بعد جيت كندير لي سوان ديالي. راكم عارفين دائما كنقول لكم فوق ما تدوشي ولا تكوني خارجه من الحمام اولا ضروري رشي على وجهك شي تونر او لا ماء الورد. ماشي ماء الورد هذا ولكن مقطر ماء الورد البنات مقطر ماء الورد كيكون جميع الفوائد ديالو مازالين كاينين فيه. وكتعرفوا لا ماركي دائما كنستعمل ودائما ما كنستغناش عليها هي ديال اسونس كوزميتيك ماروك كتعجبني بزاف. وكما كتعرفوا فاش كيبدا يبرد الحال كنبدا نرجع للزيوت. فوقيت الصيف كنحبسهم ولكن متى كيبدا يبرد الحال كنستعمل الزيوت. جبت معايا زيت ارغان من نفس الماركه ديال اسونس كوزميتيك ماروك وجبت معايا البنات حتى زيت التين الشوكي غزالين زوين بزاف هادو راه مستخرجين بالضغط البارد غينفعوكم بزاف بزاف هاد الفتره ويعطيكم ترطيب لي عالي للبشره ديالكم. صباح الخير صباح ماشي امي انا في الصباح صباح الخير انا ماشي هذا في الصباح صباح النور صباح الخير البنات كي صبحتوا ولا سالتكم شي مزيان زعما واش دايره ما شفتش الصباح واش دايره زعما الضببه وشويه الشتا باينه غتصب الشتا هاد الصباح وعطانا على قد النفع يا ربي امين. المهم كوم ميم غنتمشاو شويه نمشيو لا مارش ان شاء الله نمشيو نفطرو ونبداو نهارنا. ما باقي صورت لكم والو من الصباح البنات كيما شفتوا معايا مشينا فطرنا عاد مشيت ديت الفطور صوفيا خلينا اصلا ناعسه في الدار ما ديناهاش معنا الصباح فطرات عاد دابا ولينا خارجين غادي نمشيو باش نتغداو وغندي صوفيا باش تاخذ البرجر. صوفيا طلي غنديها باش تاخذ البرجر ديالها كيما وعدتها البارح مشينا لذاك الغيستورون لقينا صراحه ساد بالحق قلت لها غدا نديك وضروري خصني نديها. حنا صراحه
من الاثنين حتى السبت عندك الصح. كما قلت لكم حنا ما باغيينش صراحه ناكلوا لي برجر وداكشي حيت كليناهم البارح، غنمشيو ناكلوا الحوت وصوفيا غنديها باش تاخذ البرجر ديالها. ياك صوفياتي ها واخا كليتي البرجر البارح بغيتي عاوتاني اليوم هاديك الساعه ان شاء الله زعما نوريكم فين غادي نمشيو اليوم. يلا غادي ندورو في لي ماكازا حيت البارح ما شاطناش الوقت بزاف راكم عارفين. قديت شحال حاجه البارح بالحق اليوم عندي الوقت ان شاء الله فين نقدروا ندورو نتغداو عاد ان شاء الله نشوفوا فين نقدروا نمشي. ها هو جبنا المني جبنا المني باش تشوفوا هادو واقيلا هما اللي بغيتي يا صوفيا ياك فين هما اللي بغيتي هادوك انا كيديروا غير لي برجر ديال التشيكن ما كيديروش ديال اللحم. هنا هو اللي بغيتي يلا وريني هنا هو اللي بغيتي دغيا علاش غتحماق ليا صوفيا من البارح شتو هو هذا كنتي له هو البرجر يلا هاكي لو زيد فيجي بالصحه والراحه يلا دوقي وقولي لي كي جاك عندك ليكون سخون اوه هادشي اللي عجبها هي دابا شتو هاد الجره ديال الفرماج بالصحه والراحه بنتي لقيتوني البنات دابا غادي نمشيو عند بيت الخليل صاحبي يمكنش نجي لكازا ونمشيو عند بيت الخليل غنجيب لكم دويره في المكازا تشوفوا شنو كاين الدخل جديد بالي تبارك الله بزاف ديال الجديد في لي ستوري البرد والله الا المد البرد في كازا على بالكم مكبطين ولكن راه البرد الحال الشتا يلا صحات كيما قلت لكم البنات غنديكم معايا وكاين في المعارف تما فين كاين المكازان ديالو وان شاء الله غنشارك معكم شنو كاين عندي في الجديد. اه وريني وهذه نشوف اها واللي برومه وهذه تاني وهذه وهذه داخت قالت لك بيان سيغ البنات احسن واحد كيقاد الصرغينه خطيره شي حاجه واعره تبخري بها دارك هو خليل. شوفوا تبارك الله كيدير فيها العود كيدير فيها بزاف ديال الحوايج هذاك لبان الذكر كنظن لا هذيك المسكه ديال البخور المسكه اه داكو اها هذا بعد الورد ها انتما تبارك الله شحال من تخليطه كيدير فيها عرفتي البنات الريحه ديال الصرغينه ديال بيت الخليل سبيسيال والله حتى سبيسيال كتبخري بها الدار ما شاء الله كتبقي عطيه ريحه كتحمق احسن صرغين تقدروا تاخذوا صراحه العود هذا ياك اها العود كماري طبيعي اخرين كانوا بارفيمي اها بيان سو كياخذوا فيها شحال ما بغاو ياك خليل يا بارتي دو 50 100 200 اها ها نتوما كتسقى عرفتو دابا غي ديجا غي دابا والريحة طالعة ما شاء الله الكوفي هذا غادي نبارطاجي معكم ونوريكم هذا من بيل الجديد شوفوا لي ما شاء الله الديزاين ديالو كيحمق خليل دائما صراحه كيجبنا الجديد كيجبنا الجديد سبيسيال كيكون زوين بزاف. بالنسبه لهذا الباك نوريكم شنو كاين فيه كيجي فيه البلاطو كيجي الديزاين ديالو بحال هكا كما كتشوفوا من باخره ديفيزور هادو كيجيو عامرين كما قلت لي خليل كلشي كيكون عامر بارفان حتى هو بارفان لي بونبونيير دو كريستال مسرغينه كيكون بالعود شوف كيجيو بحال هكا عامرين البنات كما كتشوفوا وكيجي معاهم هذا كاين فيهم لا بروموسيون هادي حاجه زوينه دونك بروفيتيو البنات ما حد كاينه لا بروموسيون دابا خلاص راس العام راكم عارفين كيكونوا لي بروموسيون اللي كانت خاصها شي حاجه ولا كانت بغا كادو انا بعدا نصحكم تاخذوا كادو جيو هنايا لبيت الخليل غتلقاو كادويات شي حاجه اللي بالقيمه ديالها. مرحبا بكم كاملين عند بيت الخليل بيان سيغ غنخلي لكم لاباج انستغرام نصحكم راكم تدخلوا تابوناو كيحطوا دائما الجديد اشافو كتكون شي حاجه جديده كيحطوها لكم نتوما الاولى تشوفوها ولا جيتو عند خليل غيتهلا فيكم ان شاء الله. السلام عليكم ربي يخليك اخويا من طرفك ربي يخليك شكرا بزاف الله يكبر فيك.
غادي نحاول نصور لكم نجيب لكم جولة في المغازان كامل باش تشوفوه. الناس اللي غادي يجيو لكازا وغيبغيو يعرفوا لادريس هما راه حاطين البنات نيميرو تليفون تما يصيفطوا لكم لوكاليزاسيون، حيت راه واخا نعيط لكم ما نعرفش نعطيكم النت بالضبط فين البلاصه. المهم انا صراحه كنت باغي لوكاليزاسيون كتجيبني حتى للبلاصه فين كاينين بالضبط. كنت كنشارك معكم لا مارك ديالهم، طبيعيه 100% فيها بزاف ديال لي برودوي الا كنتو باغيين حتى نتوما انكم تجربوها. فيها ماورد، فيها دي ماسك، فيها لي سيروم. انا جربت السيروم ديالهم خطير، البنات ديال هذا الماركه زوين، تيخلي لكم ريحه العود والشعر ديالكم او ميم طون كيعطيكم ليدغاتاسيون للزغبه، سيرتو الناس اللي عندهم شويه شعرهم تيكون ناشف غادي يعجبكم هذا السيروم ديالهم زوين بزاف. وهنايا كاين الكوطي ديال البارفان في اي بي السيلفر عود ديالهم اللي انا كنحماق عليها، هذا البارفان البنات غزاله بزاف، هضرت لكم عليها ما مره ما جوج، وفوق ما كتجي وقيت البرد وقيت الشتا كنتفكرها غير هي اللي بغات شي ريحه العود ولا شي بارفان بريحه العود اللي تكون زوينه بزاف. جربوا البنات هذا سيلفر عود ديال بيت الخليل، والله حتى غزاله 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 بزاف. بيان سور بالنسبه لي بارفان كاينين اختيارات كثار في لي بارفان كما كتشوفوا، انا متاكده الا جيتوا للمغازان غتلقاو داكشي اللي بغيتو، انا متاكده حيت ما شاء الله داكشي غزال وزوين بزاف. وحتى كما قلت لكم الا كنتو باغيين كادويات غنبارطاجي معكم دي كوفري لي ديال تحمر الوجه، تديهم كادو تديهم براسك مرفوع، كادو ديال الهمه والشان. وحنا اصلا داخلين دابا على راس العام راكم عارفين كنبغيو نعطيو كادويات للحباب والصحاب، انا ننصحكم هنايا غتلقاو داكشي زوين وداكشي اللي مختلف، ماشي زعما بحال الكادويات اللي كتلقاوهم في اي بلاصه. كاينه البنات هاد لي بوندونتيف هادو لي غزالين اللي تقدروا ديروهم في سنيسلات بحال هكا، هما ديال العود وفيهم هذاك سميتو ديال الذهب اللي فيهم من الوسط، كاين حتى لي براسلي، كاين لي غورميت. المهم شوفوا كاينين اختيارات كثار كثار بزاف، انا كنت كنحاول نصور لكم غير شويه شويه من اللي كاين. بالحق ننصحكم انكم كما قلت لكم تدخلوا لاباج انستغرام ديالهم، فوق ما تيكون الجديد كيبارطاجيوه معكم تما، كيحطوا لكم دائما الجديد. كاينين بحال هكا بلاطويات ديال الكريستال، دي بونبونيير ديال الكريستال حتى هما، كاينين مبخرات بحال هكا في اشكال وانواع مختلفه كما كتشوفوا. عاد كاينين لي بلاطو اللي من لاكرياسيون ديالهم اولا لي باك اللي من لاكرياسيون ديال بيت الخليل اللي زوين بزاف تا هما، واش حاجه اللي غزاله. كاين كوطي اللي فيه البريردات كما كتشوفوا، الذهبي لارجونتي والدوري بجوج. المهم كل واحد على حسب شهوته، اشكال وانواع متنوعه بالنسبه للمريشات حتى هما راهم ديسپونيبل. وكاينين البنات حتى بالنسبه لهاد الاشكال هادو اللي كيجيو فيهم جوج ديال المريشات بونبونيير اون بخره ديال الكريستال كما كتشوفوا. المهم شوفوا كاينين اشكال وانواع كما قلت لكم مختلفه، هادو دي زيدي بور دي كادو للناس كما قلت لكم، غادي تبغي تدي في يديك كادو اللي كيكون زوين شنو ما كانت المناسبه، يقدروا يديروهم لكم حتى بيرسوناليزي بحال دابا هادو، يقدروا يديروهم لكم بيرسوناليزي بالسميه ديال هذاك الشخص ولا هذاك سميتو الانسان اللي انت غادي عنده تباركي ليه ولا ما نعرف شنو هي المناسبه. المهم كاين دي باك كيحمقوا زوينين بزاف، هادو راه من لا كرياسيون ديال بيت الخليل. وخلاص كاين دي باك بحال هكا اللي كيكونوا فيهم لي بارفان، كاين باك اللي كيكون فيه ديفيزور وبارفان، كاين باك اللي كيكون فيه هاد لي بورت كلي ديال طوموبيلات بلا مارك ديال الطوموبيلات ديال هذاك الشخص اللي انت غادي تهدي ليه هذاك الكادو. كتعرفوا دابا راس العام الاغلبيه الناس كيخرجوا الطوموبيلات، الا كنتي باغا كادو واعر ننصحكم انكم تجيو عند بيت الخليل. من بعد ما خرجنا من عند بيت الخليل مشينا ندورو شويه، مشينا ندورو في لي ماغازان نتقداو ونشوفو شنو كاين في الجديد، نبارطاجي معكم حتى نتوما شنو كاين في الجديد، دورو معنا شويه. اول وحده بدينا بها هي اش ام، هنايا البنات هاد الماغازان فيها الكوتي ديال لا ديكوراسيون وفيها الكوتي ديال الحوايج. المهم بقينا كنديرو ندورو صراحه بالنا دي تروك زوينين. المهم خليكم معايا غادي نحاول نجيب لكم دويره في الماغازان. البنات غندخلكم معايا لواحد الماكازا، اقسم ما جيت لكازا كنجي عندهم كنتقدا عندهم السبيطات ديالي، هما الصراحه لي بخي شويه طالعين ولكن شوفوا قسما بالله الا غتلبسي السبوط حتى تعياي. قلت لكم البنات غادي تلبسوا في السبيطات، بصح كنديرهم حتى تعياو
وزعما يطلع لكم الموديل في راسكم وكيبقاو صحاح، عرفتوا لا كاليتي كاينه في هذا المحل هذا. ما عرفتش شنو كان الشارع بالضبط، المهم هي السميه ديال المحل. راه كنضمن لنا حتى باج انستغرام، ندخلوا نشوفوا شنو كاين. انا سولت الفوندور هنايا، سولتو على المغازان شحال من واحد عندهم هنايا في كازا. حنا في اكادير صراحه ما عندناش هاد لا مارك، بالحق كازا كاينين ثلاثه ديال لي مغازان. كاين هذا كنظن هاد البلاصه هنايا سميتها المعارف، المهم سمحوا لي انا راه ما مخلطاش البلايص بزاف هنايا في كازا. قال لي كاين لاخر في مروكو مول ولاخر في اونفا بليس، ثلاثه ديال لي مغازان اللي كاينين عندهم من غير لي موديل اللي كيحمقوا زوينين ومختلفين على داكشي اللي كنشوف في السوق. بغيت نقول لكم باللي السباب تاعهم كونفورتابل كونفورتابل البنات. شتي واخا تلبسوا لي طالون هنايا انا متاكد غيكونوا مريحين على الرجل وزوينين بزاف. حتى نمشي ان شاء الله وغادي نبارطاجي معكم شنو خديت من عندهم. يلا دابا دخلنا لوطيل البنات، اختكم كاو دابا شي 8 ديال الليل هادي، ما قدرناش نزيدو ندورو مازال حيت صافي عييت 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 تقادو ليا هاد النهار. والله كنحس براسي عييت حيت كيما شفتو معايا فقت اليوم بكري وضلينا في الجرا نهار كامل تقريبا. المهم صراحه درت بزاف ديال لي ماغازان وفوزيه غير ما صورتش ليكم، ما كنتش قادره نصور ليكم كلشي، صعيب باش نصور ونتقدى او ميم طون. المهم جاتني القضيه صعيبه، تقديت شي حويجات ان شاء الله من بعد وغادي نبارطاجيهم معكم. حتى بالنسبه للكوتي راه ما درناش، جبنا معنا مشينا للباتيسير جبنا معنا حاجات ديال الكوتي، وهذا غنديروا غير في الدار ونمشيو نرتاحوا حيت غدا ان شاء الله كاين لاعبين المتاخر، يعني خصنا نفيقوا ونمشيو للبلاصه اللي نجلسوا فيها بكري شويه نريزيرف، ماشي نريزيرفيو ما كايناش ريزيرفاسيون، سولنا قال لك لا خصكم ضروري تجيو بكري وتجلسوا باش هكا تشدوا البلايص ديالكم. دابا غنمشي باش نعاون فوزيه اختي نحطوا الحاجات اللي تقدينا كما قلت لكم، غنديروا كوتي وعشاء. المهم قلت واش حيت تقديت حتى شي حاجه ديال المملحات. بالنسبه للحاجات اللي خديتها البنات هذا النهار ما غاديش نبارطاجيهم معكم دابا، ان شاء الله تنمشي لاكادير عاد نشارك معكم داكشي اللي شريت كامل. خديت شي حويجات زوينين من عند البيت الخليل غادي يعجبوكم، دزنا الاشيام دزنا البرشكا دزنا الزارا، المهم تبارك الله درنا في كاع لي ماغازان اللي كانوا تما قراب لينا درنا فيهم. هي كما قلت لكم ما قدرتش انني نصور لكم، وكما قلت لكم دزنا الباتيسري ديال السراج خدينا منه الحاجات، غادي نحطو كلشي باش كما قلت لكم نديرو الكوتي. غنشارك معكم شنو خديت من عنده، واخا لقينا عنده الاغلبيه ديال الحوايج اللي كانوا تما تقاداو، كان عنده شي حاجه قليله في المملحات. هنا الغزاله ديالي نقول لكم تهلاو في راسكم ان شاء الله حتى نتلاقاو في فيديو اخر. حاولت نختصر لكم هاد يومين هادي كيفاش دوزناها، صورت لكم بعض اللقطات. نقول لكم السلام عليكم وان شاء الله حتى نتلاقاو في نهار اخر وفيديو اخر. السلام عليكم.